امرأة مجنونة متقلبة المزاج كذئبة، استكت رغباتها فهمت أن تعض رجلا تعضه، وفي ذات الحين تسحب روحه من جسده. وقيل فعلت ذلك في يوم مشهود، ثم حدث أن قلدتها النساء البدائيات في العصر الغابر. وبمرور الزمن ظهر رجال من أقصى التاريخ فكروا طويلا حتى اكتشفوا شيئا اسمه الثقافة، سلطوه على تلك العضة الساحبة للروح، وقاموا بإجراءات أخرى دقيقة ومنهجية جعلت القبلة على ما هي عليه اليوم. وقيل ستأتي امرأة أخرى ذات يوم، مجنونة متقلبة المزاج كذئبة، تعيد القبلة إلى أصلها البدائي. لأنتي